شاب عراقي خريج صار لي 3 سنوات حاله حال اي شاب عراقي اخر، ما محتاج لا شهاده ولا كل شيء، اشتغل عماله وعايش والحمد لله بغيره وشرف. انا مع المخده راسي مرتاح، سمعوني رجال فقير يوميته 15,000 بس انا مع المخده مرتاح. والله العظيم اذا اكو واحد بيكم ينام مرتاح على المخده تعرفون شنو يعني؟ بالقران اقصها ليده. ما تستحون ما كافي عاد 15 سنة اجيت انتو سادتنا الاعزاء سويت ما كافي ما عب عليكم لا عاد انا شاب صار لي 16 سنة 17 سنة من حياتي من طيح الحظ جلابكم سفلة ما كافي عاد كلها من وراكم انا لحد الان لكم انتو مسؤولين على شكوى حلم ضاع من حياتي كل شباب اللي ضاعوا وطمرتونا بهاي الشغلات التعبانة انتو مسؤولين عليها ولكم بيكم خير حاسبون فيسكم يا ولو كافي عاد احترموا نفسكم الخير اللي بيكم يروح يكض نفسه ويقعد بالبيت ويصير آدمي لا يبوق الناس الفقراء.